قفشه تحديدا، انا فارس عايز اقف عند قفشه تحديدا، مستواه الفتره الاخيره متميز بشكل كبير جدا. شفنا النهارده ازاي بيقدر يضغط ويستخلص الكوره وبيصوبها بشكل ممتاز جدا وبيسجل هدف، وكمان محمد شريف في اولى مبارياته الدوليه طبعا بيسجل هدف. الناس دي بتصنع اللي لعيبه كتيره جدا ونجوم كتير جدا بيتحدثوا عنهم في تاريخهم مع المنتخب الوطني، وتاريخهم هو هدف في المباراه النهارده. محمد شريف في اول مشاركه بيسجل هدف، لكن طبعا كل جماهير النادي الاهلي حابه تطمن على علي معلول. منتخب تونس الحمد لله كان في اصطدام بسيط ولكن قدر يكمل المباراه، ولكن المقلق لجماهير النادي الاهلي هو ديانج. الحقيقه ديانج كانت اصابته في الدقيقه 53، لكن هو طلع في الدقيقه 60 وكان واقف على رجله، في شفنا بعض اللقطات كان بيقدر يتحرك بشكل كويس، وان شاء الله خلال الحلقه لو في اي اخبار جديده عن ديانج. لكن الاخبار اللي حتى الان ان شاء الله الامور مطمئنه جدا، وهو اكيد خرج عشان راحه اللاعب، لان الاصابه كانت في الدقيقه اول اشتراك كان فيها 53 ولعب بعدها اكتر من كره فارس، فبالتالي جماهير النادي الاهلي طبعا نفسها تطمن على ديانج، خاصه ان ديانج بيقدم مستوى متميز جدا الفتره الاخيره. قوه ضاربه دفاعيه للنادي الاهلي. حابين ناكد من بعثه المنتخب موقف ايمن اشرف جيد جدا، الموضوع عباره عن كدمه وبنسبه 99% ان شاء الله موجود في الفاينل قدام نادي الزمالك باذن الله. كل التوفيق للاعبي منتخب مصر، وطبعا كل التوفيق تحديدا للاعبي النادي الاهلي، ادوا مهمه وطنيه بشكل قوي جدا وجديه معتادين عليها دايما من لاعبي ونجوم النادي الاهلي.